أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول في سؤاله: إذا اعتمر المسلم مرتين في رمضان هل يكون قد أصاب الأجر المذكور في الحديث مرتين؟ نعم، يقول عفى الله عنك: إذا اعتمر المسلم مرتين في رمضان هل يكون قد أصاب الأجر المذكور في الحديث مرتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه، فإذا اعتمر في رمضان نال هذا الثواب إذا تقبل الله منه، في رواية: تعدل حجة معي، هذا ثواب عظيم. أما تكرار العمرة في وقت متقارب فهذا غير مرغوب فيه، العلماء يكرهون تقارب العمرة في وقت متقارب، فيؤدي العمرة ويجلس في مكة، هذا أفضل له، يؤدي العمرة ويجلس في مكة، هذا أفضل له من أنه يخرج من مكة ويجيب عمرة ثانية، لأن صلاته في المسجد الحرام عن 1000 صلاة، وطوافه بالبيت واعتكافه في المسجد الحرام هذا أفضل من العمرة. نعم.